اكيد كلهم مدربين كويسين جدا واكيد ان كلهم مؤهلين، لكن كل وقت له اذان زي ما بيقولوا. اكيد اذان الوقت دوت اللي هم يختاروه، لان هم كلهم مرشحين او مؤهلين ان هم يمسكوا الجلسات الكثيره اللي هم بيعملوها مع بعضيهم في ان هم يفصصوا كل مدرب عشان يطلعوا في احسن حاجه. اكيد ان الامر ده حاجه مهمه جدا، وزي ما بقول ان هم كلهم مؤهلين ان هم يمسكوا. اهاب ما شاء الله واضح انه عنده طموح هائل جدا جدا، في فترات بسيطه جدا عمل لنفسه نقلات هائله جدا، ودي اكتر حاجه مخليه يعني اهاب اسمه هو الاعلى فيهم. الطموح في كل حاجه، يعني نمره واحد انه بيلعب دايما في كوره هجوميه، وبعدين بيركز في جمعيه اللعب بشكل كبير جدا، بيركز في بدايه الهجمه بشكل هايل وبيصمم عليها، وده امر مهم. يعني احنا لما وصلنا مع مستر كوفر اللي هو وصلنا لكاس عالم ورحنا نهائي افريقيا، احنا يعني عمل حاجه، الراجل عمل انجاز هايل جدا جدا، لكن ما كانش بيأدي كويس. اكيد الاداء كويس هو اللي فيه المتعه، بس طبعا النتائج برضه حاجه مهمه قوي. لما يبقى فيه يعني اداء كويس مع يعني الاداء كويس بيدي متعه، مع ان يبقى فيه نتيجه يعني مرضيه بالنسبه للناس ومرضيه لطموحهم، اكيد ان ده امر هايل جدا جدا، وهو دوت اللي انا اتمناه يحققه ايهاب يعني.